هذه السائلة تقول: هل يجوز لبس الباروكة للمحجبات خارج البلاد في الدول الأوروبية نتيجة الاعتداء على المحجبات؟ أنا مضطرة للسفر وأشعر بالخوف الشديد من التعرض لأذى. أختي السائلة، ما يتعلق بالمحجبات، فإننا قد وجدنا بأن الأصل في هذه الدول أنها تحترم المحجبات ولا تعتدي على المحجبات، وليس صحيحا أن هناك الاعتداء المنتشر أو أن هذه المجتمعات تتعدى على المحجبات، بل إن المحجبة من بنات جلدهم. كثير من النساء المسلمات في الدول الأوروبية، عدد المسلمين في أوروبا بالملايين وعدد المحجبات بالملايين، فلا نتصور هذه الحالة أساسا، غير متصورة. ومع ذلك نقول بالنسبة للباروكة، لا يجوز أن المرأة تزيد بتبرجها. فهل نتصور أن امرأة تريد أن تغطي وجهها وهي لا تستطيع أن تلبس النقاب مثلا، تضع المساحيق حتى تغطي وجهها مثلا؟ فهذا لا يتصور. فكذلك بالنسبة للشعر، فإنه لا يتصور أنها تقوم بوضع الباروكة، وهو ومعنى الباروكة يعني الشعر المستعار، فلا يجوز لها أن تضع شعرا مستعارا بحجة أنها لا تريد أن تتبرج، بل أحيانا تكون زيادة في التبرج. الشريعة الإسلامية لها مقاصد ولها معاني، ليست مجرد أحكام فحسب، أحكام من جهة ومعاني من جهة. هذه المعاني تأخذ نفس الحكم طالما اشتركت في العلة، فإن الحجاب أمر من الشارع والمرأة مأمورة به، والعلة فيه عدم إظهار المرأة زينتها وحتى لا تتبرج، فكيف نأخذ هذه العلة ونطبقها في الشعر المستعار فتلبس شعرا مستعارا؟ لقد أخطأ من قال بجواز لبس الشعر المستعار للمرأة في البلاد الغربية، وذلك لأن العلة هنا أصبحت موجودة فلا يجوز لها لبس ذلك.